أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي يبحث مع مجلس الأمن القومي آخر المستجدات الداخلية والخارجية. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وناقش الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية والملفات الهامة الخاصة بتحسين حالة المواطن المصري خلال الفترة الحالية. السفارة الفرنسية تؤكد استمرار تلقي طلبات التأشيرة. أعلنت السفارة الفرنسية بالقاهرة في بيان لها أن طالبي التأشيرة من مصر مدعون بتقديم طلباتهم كما هو معمول به، وقالت إن طلبات التأشيرة المتعلقة بالجوازات الرسمية والجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة ما يزال يتم التعامل معها مباشرة بواسطة قنصلية فرنسا العامة في القاهرة. الشرطة الألمانية تعتقل جزائريا فيما يتصل بهجمات باريس. قال مسؤولون إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على جزائري في مركز الاستقبال اللاجئين فيما يتصل بهجمات باريس، ويخضع الرجل الذي اعتقل في بلدة أرنسبرغ في غرب ألمانيا للتحقيق للاشتباه بأنه أبلغ لاجئين سوريين في المركز في الأيام القليلة الماضية بأن الخوف والرعب سينتشران في العاصمة الفرنسية. وتقول مزاعم أيضا إنه تحدث عن قنبلة. وقال فرينر وولف المدعي العام الرئيسي في أرنسبرغ إنه يجرى التحقق مما إذا كانت المزاعم ذات مصداقية أم لا. وزارة النقل، لا زيادة في أسعار تذاكر المترو حاليا. قال المتحدث الرسمي لوزارة النقل إنه لم يصدر أي قرار برفع أسعار تذاكر المترو، موضحا أن تصريحات وزير النقل واضحة تماما في هذا الموضوع، وهي لا زيادة إلا بعد تحسين مستوى الخدمة بالشكل الذي يرضى عنه المواطن، وبشرط عدم المساس بمحدود الدخل، وكذلك طلاب المدارس والجامعات. قبول 5448 في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أنه تم الإعلان اليوم عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن المقبولين في المرحلة الأولى من اختبارات البرنامج. وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له أنه تم قبول 5448 من المتقدمين لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لخوض المرحلة الثانية من التقييم والتصفيات. إلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الثلاثاء تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وعلى سيناء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة قد تصل إلى جنوب البلاد. وتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والطقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين الشمالية غربية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.